تركت ضمن مشروع هيليوس في الحاضنة في الكلية الجامعية، وتطرق هذا المشروع لعدة مواضيع مهمة منها الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق. واليوم خرجنا في رحلة علمية لنكتشف مواضيع الاقتصاد الأزرق من ضمنها ميناء غزة والمتحف البحري التابع للإدارة العامة للثروة السمكية. وخلال هذه الجولات تعرفنا على الأسماك المحنطة في المتحف البحري وأهمية هذا المتحف بالنسبة لقطاع غزة، وتعرفنا على طرق الصيد في الميناء والتي يجب على الجميع أن يساهم في ضبط عملية الصيد. حظيت بفرصة التدريب في هذا المشروع الأكثر من رائع، خصوصا أنه تم تدريج الأحداث والتدريبات من ردة الأعمال انتقال الاقتصاد الدائري ثم الاقتصاد الأزرق، وإن شاء الله في تبعه إلى ما ذلك. تم النقاش في عديد من الأمور، والأجمل في هذا التدريب أنه تم تطبيق ما يكون في المجال النظري فيما يحدث في المجال العملي، خصوصا أننا في قطاع الاقتصاد الأزرق تدربنا وحصلنا على عديد من المعلومات النظرية، ولكنه لم نكتفي بذلك، فاليوم حضرنا إلى العديد من الأماكن، كما نحن الآن في المتحف الثروة السمكية لنشاهد العديد من الأمور التقنية، الأمور الموجودة في عديد من النطاقات. أنا تعرفت على الدورة هذه من خلال الرابط وسجلت فيه وتم قبول الحمد لله فيه، من ثم أخذنا عدة دورات. الدورة الأولى اللي بتحكي عن الريادة، ريادة الأعمال. ريادة الأعمال هذه استفدنا فيها كتابة المشاريع، كيف ممكن نحصل على تمويل المشاريع وإيش أهمية المشاريع ممكن نحصل عليها. الاقتصاد الدائري من أهم الأشياء اللي أخذت فيه إنه هو استمرار كثير ما بيقفش، غير هيك أنك أنت بتستفيد من الاقتصاد الدائري إنه أنت ما بترميش حاجة، باللي هيك بالعامية أنك أنت ما بترميش حاجة، أنك أنت بتعمل أمسك مثلا، نعتبر إنه مثلا كرتون، نستفيد من الكرتون ممكن نعلبه تمام، ممكن نعمله كاسات، ومن ثم ممكن نعيد دائرته نستخدمه كمان مرة، هذا كمثال. ومن ثم انتقلنا للاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق من أهم الاقتصادات اللي ممكن تطبق في قطاع غزة، لأنه إحنا في وضع وظروف صعبة قاسية، محتاجين اقتصاد جديد، محتاجين تنمية اقتصادية للبلد من خلال الاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق هذا عبارة عن إيش؟ الأشياء اللي تتعلق في الثروة السمكية، والأشياء اللي تتعلق في البحار، والأشياء اللي تتعلق في السياحة.